بالفعل الآن الموعد الأخير انطلق أخيرا رفقة أسبروس، جائزة أسبروس خيول إنجليزية أصيلة 3 سنوات فما فوق، المسافه تكون 2100 متر، انطلاقة جيدة بكل المشاركين خصوصا بالنسبة للأطراحين في الدور غون إليزيون رقم 8، كذلك باغاوي رقم 6 رفقة رشيدة مناي صعود، كذلك من جانب رقم 3 ديناميت ميز عثمان الكجل، ورقم 1 كاسيريس رفقة عبد الله الحراج، من جهة الحازز رقم 10 بلوم دوطارد رفقة هشام الكجل، وكذلك من الجهة الوسطى صعود الكل من إيترنيتي رقم 9 وكذلك رقم 14 ماجينام رفقة العربي بوجبا. انطلاقة بالنسبة لرقم 8 عبد الرحيم في الدور رفقة غون إليزيون. الصف الثاني الآن كيتقاسموا 4 ديال المشاركين، رقم 12 ميس رامسي عمر الجلي كذلك في المحاولة اللي صعود من الجهة الوسطى، وكذلك رقم 3 ديناميت ميس رفقة عثمان بدر، لحد الآن مازال عبد الرحيم في الدور يتحكم في زمام المبادرة. رفقة رقم 8 صعود كذلك من جانب رقم 10 بليم دو طاغت رفقة هشام الكجل، وكذلك رقم 1 كاسيريس رفقة عبد الله الحراج. إذا رقم 8 غون إليزيون عبد الرحيم في الطول دائما في الصف الأول متشبت بالصدارة في المتابعة. كنوجدوا إذا رقم 10 بلوم دوطارد رفقة هشام الكجل اللي كيحاول كذلك يمشي للصف الأول. إذا دائما رقم 8 غون إليزيون عبد الرحيم في الطول في الصف الأول، وكذلك محاولة للصعود من جانب رقم 10 بلوم دوطارد رفقة هشام الكجل من جهة الحاجز في الصف الثاني، ورقم رقم 5 كوشكا رفقة سعيد سمير في الصف الثاني. دائما رقم 8 غون إليزيون عبد الرحيم في الطول في الصف الاول. اذا مازال عبد الرحيم في الطول يحتفظ بمقدمه المسابقه، صوت قوي كذلك من جانب كاسيريس رقم 1، وهنا كذلك انتبه كوشكا رقم 5 رفقه سعيد سمير في محاوله المنافسه ايترنيتي، وكذلك ميغابيل في محاوله الاقتراب، وصعود كذلك من جانب رقم 4 فونغالي دريم رفقه عبد القادر القدوسي منافسه صعبه جدا. الامتار الاخيره من هذه المسابقه عبد الرحيم في الطول كينطلق بقوه في اتجاه الصف الاول، رقم 5 كوشكا سعيد سمير كذلك في محاوله المنافسه، المنافسه كذلك من جانب عبد الله حراج طريقه جيده بالنسبه لكوشكا رقم 5 سعيد سمير كيحاول ينطلق من جهه الحاجز في محاوله الفوز مسابقة. عبد الرحيم في الطول مازال يتشبت بكل الحضور ديالو كيطلق بقوة باتجاه الصف الأول رقم 5 ورقم 3 في تنافس سمعي على الصف الأول رقم 8، هذا كنشوفو عبد الرحيم في الطول كيطلق بقوة، عبد الرحيم في الطول كيفوز بربما في هذه المسابقة رقم 8 غون إليزيون كيفوز، رقم 8 رقم 5 رقم 4 رقم 1 ورقم 11 خماسية المقدمة، عبد الرحيم في الطول أكيد مجددا يضرب بقوة كيفوز في هذه المسابقة في الأمتار الأخيرة. كوشكا سعيد سمير في الصف الثاني ما تمكنش من الحفاظ على هذا التقدم ديالو في الأمتار الأخيرة، عبد الرحيم في الدول كيبين الخبرة ديالو كيفوز رفقة غون إليزيون أقوى المرشحات لفوز. إذا المنطقي يحترم مجددا في هذا الشوط الثامن. الصف الثالث كما ذكرت هنا رقم 1 بونغالي دريم وكاسيريس رقم 1 عبد الله الحراج، بينما في الصف الخامس ربما رقم 11 ميغابيل رفقة إيشي واروا في انتظار تأكيد هذا النتائج بهذا قليل.